إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الأثناء كما تشاهدون معنا مباشرة يتم نقل الشخص المصاب بالرصاص، الشخص المصاب الذي تم إطلاق النار من طرف رجال الأمن والذي كان في حالة سكر طافح وكان عريض أمن. رجال الأمن هو هذا، هذا هو الشخص، يعني هذا هو الشاب الذي تم إطلاق النار عليه. هذا هو الشخص كما لاحظتوا، دابا هذا الاخ ديالي خويا درويش والله بلي الله يعفو عليه، ولكن عير خارج بالسيف، هو ما خاصش يهز السيف. واش كان سكران؟ كان سكران والله ياخذ الحمل. شحال في العمر ديالو؟ شحال في العمر ديالو؟ زيد 91. زيد 91 خارج مزوج، ما مزوجش. البوليس دايزين لاقين عنده السيف، بغاو يتعافروا معايا يحيدوا لي السيف، ما بغاش يطلقوا لي، ما تيراو فيا خويا فخذوا راه حالته. اذا هو امتنع انه يمتثل لرجال الامن. هو ما عاقلش. لا دابا هو امتنع يمتثل رجال الامن، هذا هو ما قيسهم، ما قيس حتى شي واحد، ما تابع حتى شي واحد، هما دايزين بالهم ها السيف غادي عنده باش يحيدوا لي السيف، ما بغاش تلقى مرات تيراو فيه. هذا هو فين وقع؟ فين وقع خويا؟ وقف في المعاكس. الحاله ديالو دابا مستقره؟ الحاله ديالو خويا مكرفسه شويه. شحال مضروب من ضربه هو؟ شحال مضروب من ضربه؟ مضروب ضربه خايبه قرطاسه داخله ليه الفخذ ديالو. الفخذ ديالو؟ دابا غيتم النقل ديالو للعشرين غش. غادي يمشي خويا لميريزكو. ميريزكو باش يدير العمليه. دابا غينقلوه؟ دابا غيديوه دابا نيت خويا، انا غادي نصطو خويا في الطاكسي. واش هاد خوك هذا عنده شي سوابق عدليه؟ عنده شي؟ والله خويا انا نكذب عليك في هذه الحاله، انا خويا والله ما بقيت. لا بلاتي، واش عنده سوابق عدليه؟ حيت هذا ديجا مشدود. دابا اش راي العام؟ 45 يوم ولا ما نعرف بحال هكا. السبب ديالها علاش؟ كان مع شي دراري غادي نهبطين للبحر اخويا، ما نعرف شي راجل غادي بالدلاع ولا ما عرفت شنو هو، هز الدلاع الدراري كلهم هربوا هو حتى. شحال السن ديالو تقريبا؟ 29 30 اخويا، هادشي اللي غادي نقول لك. الله يدير شي تاويت الخير في هذه الحاله وهاد الحاله اللي وصلت. انت الاخت ديالو؟ انا الاخت ديالو، راه يتيم، راه انا اللي هاز عليه المصروف ديالو، انا اللي خدام وتنصرف عليه. يتيم الاب والام هو؟ الاب لا اله الا الله محمد رسول الله، راه الثمانينات عدوا، راه ما عقلش على راسه. شنو السبب؟ شنو السبب اللي خلاه يهز؟ ما نعرف اخويا، ما نعرف. انا اخويا جاني تليفون في الليل اخويا، انا ما نكذبش لك، واحد هاد الليل جاني. واش ساكن معاك هو؟ ساكن معاك؟ لا ساكن، انا راني ساكنه بوحدي، ساكن غير هو الاخ ديالو. واش كان مخاصم مع شي واحد الشيء اللي خلاه يهز هذاك السيف ولا؟ ما مخاصم حتى مع شي واحد، هو مني ماتت الوالده ديالي الدري ولا واحد اخر، هو الصغير مني ماتت الوالده ديالي الدري، مهزتي دري وحطيتي دري صافي. دابا هو ديما امي، يعني الوالده ديالي الوفاه ديالها هي اللي خلاته كاع يتسطى كاع عاد السطيع. ودابا البوليس ما عقل لا على بوليس ولا على حتى شي واحد. كيخدم هو يا. هو الخدمه ديالو السيكليس، راه الناس كلهم تيعرفوا. الى منطقه؟ في المعاكس. نعم راه كلشي تيعرفوا، راه ما كاينش اللي ما تيعرفوش، راه مولاد المعاكس ولاد محمد كلشي كيسبوا عنده الماطر، راه معروف هو يا بسيكليست. لا راه قالت لك شي 45 يوم. شي 45 يوم هذا الشيء اللي غادي. شي دلاع. اذا اختي القرطاسه فين جاتو؟ على خويا جاتو خويا في المصطه ديالو، في الفوق ديالو، راه يعني راه حافظ يعني في الورك، في الورك ديالو. الورك ديالو الورك. شفتو حالته مكرفسه خويا، ما نعاودش لك، راه ما باش رجعوا لي غير الحوايج باش يديروا لي، راه حالته مكرفسه. راه قال لي دابا نيت غادي نهزوه الميريزكو باش يدير العمليه، راه مقيس لي حتى العظم، مقيس لي. الله يدير شي تاويت الخير اللي وصل خويا لهاد الحاله، انا خليت لي الله في هذا الليل، وهاد الحاله اللي انا فيها خليت لي الله. اشنو هي الرساله ديالك للشباب؟ للشباب انا نقول لهم في هاد الحاله اللي انا فيها فيقوا،
فيقوا وبركه من عباد الله، بركه من التخدير، يعني بركه من التخدير، بركه من التخدير وبركه من عباد الله تبيعوا لكم محيه مخلطه بالفانيد. شوفوا الاخ ديالي فين وصل، شوفوا الاخ ديالي فين وصل. وهذا السيد اللي باع لي المحيه الله ياخذ فيه الحق، الله ياخذ فيه الحق اللي باع لي محيه مخلطه بالفانيد، الله ياخذ فيه الحق. ولا تيعرفني ولا كيشوفني وعبلاتي نسالي لي من هذا الشيء كامل. انت دير راسك كتبيع الكاره وكتبيع الفواكه الجافه، راه ما كتبيعش هذاك الشيء، راك عارف شنو كتبيع. هذا شي واحد في المنطقه، في المنطقه، في المنطقه هو اللي كيبيع هذا الشيء. في المعاكس راه دير راسو كيبيع الكاره وهذاك مضرك به داك الشيء. كيبيع المحيه مخلطه بالفانيل، كيبيع المحيه، كيبيع الشباب، كيبيع الشباب كاملين، كيبيع كل شيء. هو ما عنده سوق، كيبيع كل شيء، محل هو عنده، محل عنده، محل جوغ ما قد هاك واك يشرب بنادم كيتسطى. اخويا انا مسطي وواصل الحال البوليس معاقر عليهم، معاقر عليهم. واش خوك غير شارب الشراب ولا واخد اقراص بوها الويسه؟ شوف هاد السيد انا جاني ميساج انني خداه هاد الشيء، خداه من عند السيد. لا واش فانيد تقرقوا باقراص بوها الويسه ولا شراب؟ شوف انا قلت لك الماحيه هاد السيد كيبيعها مخلطه بالفانيد. يعني هذه محيه درت لي بحالك، هذه راه محيه مخلطه بالفانيد، يعني تخيل معايا. يعني جوغ ما عرفتش كيشرب 50 درهم ولا ما نعرف اخويا. يعني هذا الشيء اول مره كيوقع في المعاكيز؟ اول مره اخويا، هذا الشيء اول مره. انا قلت لك خويا اشنو هو المشكل اللي خلاه كاع ينحرف كاع على راسه؟ الام ديالي ماتت، راه هو الصغير، راكم عارفين الصغير في الدار كيكونوا هازين ليه البال. يا رب شكرا. كنتمناو، شوفي كنتمناو انه القضيه تخرج ان شاء الله. كنتمناو من سيدي ربي والناس اللي كيشوفوني يتعاطفوا معاه ويتعاونوا معاه. هو راه ما ضرب حتى شي واحد، ما مديكلاري به حتى شي واحد. البوليس دايزين دايرين خدمتهم، راه بان ليهم كي يعني هذه راه ما جاو عنده. هذه كلمه حق، يعني دايرين خدمتهم البوليس دايزين. هو راه ها السيف راه ما مشاو عنده، ما بغاش يتلاق ليه، راه ما تيراو فيه. هو انا كنقول للبوليس من هذا المنبر هذا كون عي قتلته، راكم قتلتوني انا حاليا، دابا قتلتوني. شي دابا انا حاليا قتلوني، دابا انا حاليا مخلي دابا دري صغير بوحده في الدار ساد عليه وغادا نمرزقو فيه هاد الليل. هذه حاله، هذه الله يدير شي تاويت الخير. امين امين. الله يدير شي تاويت الخير، هادشي اللي غنقول انايا والله. امين امين امين. دابا هو حالته حاله في السبيطار، راه عنده شي خوت اخرين، هو عنده شي خوت اخرين. كل واحد وفين فين سخر لي الله يزيد. انا اللي في العذاب. الشخص المصاب